حضراتكم مره ثانيه، ويمكن في الفقره دي هنروح لموضوع الناس ممكن ما تاخدوش احيانا على محمل الجد، الكيس البلاستيك. الكيس البلاستيك ده ممكن يكون كيس قاتل وممكن يتسبب في كوارث بيئيه حضراتكم لا يمكن ان تتخيلوها. يمكن لو رجعنا بالذاكره كده شويه، لو فاكرين موضوع اللي حصل بهجوم قناديل البحر على منطقه الساحل الشمالي، الناس قالت انه جزء منها متعلق باختلال التوازن البيئي نتيجه القاء اكياس البلاستيك دي اللي بتاكلها السلاحف، وبالتالي حصل اخلال بالتوازن البيئي. في نماذج كتير في الدول الاوروبيه ان اكياس البلاستيك دي بتؤدي الى مشاكل بيئيه، سواء فيما يتعلق ببحار المحيطات، سواء ما يتعلق بانسداد المجارير او المجاري في عدد من البلدان، انسداد مخرات السيول، يعني بتؤدي الى كوارث. يمكن حضراتكم تبصوا لكيس البلاستيك ده انه حاجه بسيطة، لكنه في الحقيقة قد تكون قاتلة ومدمرة. كتير من الدول الأوروبية عملت حملات للقضاء على كيس البلاستيك، حتى أنه في الصورة ظهر فيها جون كيري وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، وكان حامل كيس بلاستيك. طلعت منظمات وهيئات كبيرة هجمت إزاي حد على هذا القدر من المسؤولية والوعي يكون لسه بيستخدم ثقافة الكيس البلاستيك. فالناس بتسأل إيه اللي ممكن يكون بديل عن استخدام الكيس البلاستيكية؟ هل عندنا حملات بنقوم بيها أو بتقوم بيها الدولة للتوعية بالموضوع ده؟ هل أصلا المواطن عنده وعي بخطورة الكيس البلاستيك؟ هناخد الأسئلة دي كلها ونسألها الأستاذ مجدي علام الخبير البيئي، وأيضا مستشار اتحاد خبراء البيئة العرب، ومستشار العديد من الهيئات والمؤسسات المحلية والعالميه. بضحك بحضرتك يا فندم، نورتنا، اهلا بيك صباح الورد. اهلا وسهلا. اهلا بيك يا فندم، صباحك صباح الورد. ويمكن في البدايه عايزين نقول ازاي الدول المتقدمه اكتشفت ان البلاستيك ده ضار بالبيئه، وضار ازاي، عايزين نشرح ده للمشاهدين. لكن قبل ما نجاوب على السؤال ده هنروح سريعا كده في تقرير نشوف اضرار الكياس البلاستيك، نرجع مره ثانيه. أكياس البلاستيك مشكلة كبيرة بتلوث البيئة وبتسمم التربة والمية، وبتسبب في مشاكل صحية كبيرة طبقا لتقارير جهات صحية متعددة، بالإضافة أنها ممنوعة في كثير من دول العالم. نزلنا الشارع نواجه الناس ببعض الحقائق عن كيس البلاستيك، تعالوا نشوف رد فعلهم. تعرف أن كيس البلاستيك اللي أنت شايله في إيدك ده تسبب في مقتل 175 شخص في بنجلاديش الشهر اللي فات؟ تصدق حاجة زي كده ولا ما تصدقش؟ ما أعتقدش يعني، ما تصدقش. لا طبعا ما أعتقدش. هي معلومة غريبة بصراحة، بس ممكن تكون فعلا بجد. في كينيا اللي بيشيل كيس بلاستيك زيك بيدخل السجن 4 سنين وغرامه 700,000 جنيه، تصدق حاجة زي كده؟ ما اعتقدش والله بصراحة. ده الواحد بقى يخاف بعد كده. أنا ممكن أصدق في حالة واحدة بس، إلا إذا كان اللي بيتعامل بالمبدأ ده من مبدأ إن هو ملوث للبيئة. عندك معلومة إن عدد الكياس البلاستيك اللي موجودة في البحر أكتر من عدد السمك اللي موجود في البحر، تصدق حاجة زي كده؟ اعتقد ان فيها حمله تقريبا حاجه زي كده، الاكياس كتيره قوي في البحر، الاكياس البلاستيك. طبعا، وكان في الاسبوع اللي فات قريت ان في حمله دوليه عشان تنظيف البحار من الاكياس البلاستيك. تعرف ان في المغرب والسودان والاردن ممنوع انك تشيل كيس بلاستيك؟ والله لو وزاره البيئه اعلنت حمله توعيه، وان هم يقولوا للناس اضرار البلاستيك في الحياة العادية، لأن كل حاجة بتجيبها في كيس بلاستيك، أي منتجات أي حاجة بتجيبها في كيس بلاستيك، فممكن يعني. بس ليه طيب؟ ما هو مفيد في حاجات كتيرة يعني، بنشتغل بيه في حاجات كتيرة يعني، وبنستخدمه في حاجات كتيرة. أي حد بيبيع لك أي حاجة بيحطها في كيس بلاستيك. نرجع لكم مرة تانية. ويمكن لما شفنا دلوقتي في التقرير ناس كتير قوي مش مستوعبة أو مش مدركة أضرار الكيس البلاستيك واصلة لفين، مستغربين بيقولوا إحنا أي حاجة بنشتريها بتتباع في كيس بلاستيك. هنرجع تاني لضيفنا في الاستوديو دكتور مجدي علام. في البداية عايزين نتكلم عالميا، إيه أخطر أضرار الأكياس البلاستيك؟ هو البلاستيك عموما مش الأكياس بس، كله خطر، لأن في خطر تاني الناس مش واخدة بالها منه، هو خطر الزجاجة البلاستيك، خصوصا لو اتحطت في الشمس او هو سابها في العربيه وشرب منها. فكل منتجات البلاستيك سواء زجاجه بلاستيك او كيس بلاستيك او اي عبوه بلاستيك ليها اضرارها، خصوصا لو تعرضت للاشعه الشمس، وخصوصا الاشعه الانفراريد او تحت الحمراء. يعني الناس اللي بتجيب الفول السخن وتحطه في الكيس البلاستيك، هذا الفول اصبح ملوث
ببعض الغازات اللي دابت وما بتتشافش من أشعة الشمس ومن السخونية، غير لما بتحط فيه تفاحة في التلاجة، هنا بيبقى الضرر أقل. ده ملوش علاقة بالعلب البلاستيك اللي بتحط في التلاجة؟ لا، العلب التخينة دي، لا العلب التخينة دي غير الكيس، الكيس بلاستيك مادة رقيقة ومع السخونية يطلع منه انبعاثات، وبعدين الحرق بتاعه ده بيقودنا لحرق المخلفات اللي فيها بلاستيك. كل واحد في الشارع بقال أو أي عنده بقايا بلاستيك يجمع المخلفات مع بعضها ويروح حرقها. انت لما بتحرق الورق حاجة مختلفة، الورق أساسه سليولوز يعني خشب أو قش أو مادة طبيعية، لكن لما بتحرق البلاستيك بتطلعي غازين، غاز الفيورين وغاز الفيورين من الغازات المسرطنة. ولذلك احنا مثلا في وزارة الصحة لما بتيجي تتقدم شركة عشان تركب محرقة في مستشفى للمخلفات البلاستيك، بنروح نتأكد ان الغازات اللي بتطلع وصلت لدرجة 700 درجة مئوية علشان ما يبقاش فيه غازات درجة، لو اقل من كده بيبقى فيه العديد من الغازات لانه في الاخر مادة بترولية. بتاعتك زي ما بتيجي بتولعي في البترول بيطلع منه أبخرة سامة، هو نفس البلاستيك مادة بترولية. الناس بتنسى ان هو جزء من تركيبة بتروكيماوية، زي ما بتولعي الكاوتش، ما هو الكاوتش زي البلاستيك، ما الناس اللي بتولع الكاوتش عشان تسيح الكاوتش. طب اكياس القمامة كمان ما ينفعش؟ اكياس القمامة وكل ده بيبقى خطر في الحرق بتاعه. طب ايه البديل يعني؟ لا انت البديل حاجات كتير. هو دلوقتي في بقى نوع من البلاستيك اسمه الديجريدابل اللي هو قابل للتحلل. هي مشكلتنا كخبراء بيئة مع البلاستيك انه لما بيبقى في التربة او في البحر بيقعد مئات السنين، يعني اقل مدة يتحلل فيها البلاستيك 500 سنة. يعني انت تعملي حفرتين وتحط في حفرة منهم بقايا اكل ونباتات وطعام، هتلاقي في اقل من شهر تفتحي الحفرة دي مفيش حاجة موجودة. لكن حط في الحفرة التانية شكارة بلاستيك اللي هي بقت بديل للشكارة الخيش اللي كانت جزء طبيعي من نباتات طبيعية، فكانت بتدوب وتتحلل عادي وفي التربة، لأن ربنا سبحانه وتعالى خلق الكرة الأرضية لتستوعب ما تنتجه الأرض، لكنه لم يخلق المكون النظم البيئية لتستوعب اختراعات الإنسان. فاختراعات الإنسان من البتروكيماويات خلقت حاجة اسمها مواد غير قابلة للتحلل، تفضل في النظام البيئي مئات وبعضها آلاف السنين، لدرجة أنه هم بيعملوا دراسة على طائر البطريق الشهر اللي قبل اللي فات نشرت الدراسة دي، وجدوا المايكرو البلاستيك اللي هي بقايا البلاستيك الصغيرة جدا المتفتتة موجودة في الجليد بتاع القطب الجنوبي، وتأثرت بيها الطيور اللي بتعيش في هذه المنطقة، غير الكائنات البحرية اللي يعني السلحفة البحرية مثلا. أسباب سبب رئيسي هي بتعيش على الهائمات البحرية ومنها أنديل البحر. بتعتقد أن الكيس البلاستيك هو بتعتقد أن الكيس البلاستيك أنديل البحر؟ ده حصل لنا، حضررنا من هذه القصة في مصر. فمن مصر طبعا تضررت بيها، فبتاكل الكيس البلاستيك بتتخنق تموت. وذلك الأمم المتحدة نفسها وصندوق حماية الطبيعة أعلن حملة لحماية السلحفة المائية من الانقراض بسبب الكيس البلاستيك. هي فاكرة أن ده هو طاير في المية ففاكراه أنديل بحر، فبتاكله فبتتخنق، تتخنق بطاقة، ده هي غذائها على أنديل البحر. لما قل عدد السلحفة، ده التوازن البيئي اللي هي نظرية الأرانب والذئاب، أن الذئاب لما تاكل الأرانب فالأرانب تنقرض، تطلع الذئاب تموت أو تمرض فتنمو الأرانب مرة أخرى. ده الخلق البيئي اللي ربنا خلق فيه التوازن في الكرة الأرضية. فأنت بيقل عددها فالأنديل يكتر، يجي لنا بقى في مصر يروح على كل شواطئ الدول العربية ويلدغ الناس، وبيحصل أنه يعني نموه بيبقى نموه غير عادي لأنه عنده غذاء غير عادي وملوش عدو طبيعي. ودلوقتي على فكرة الموضة في العالم كله أن أنت ما تستخدميش مثلا كيماويات للقضاء على الفيروسات والبكتيريا، بتستخدمي العدو الطبيعي ليها، فما بتأثرش على النظم البيئية ولا على أكل الناس ولا على أمراضه. البلاستيك كمادة منتجة هو خطر. هيروح بقى فين؟ يروح كيس بلاستيك، يروح كاوتش، يروح البترو كيميكالز على بعضها، هي مادة شديدة الخطورة صحتها على الإنسان. طيب الدكتور، بس تكمل لحضرتك، يمكن الامم المتحده بتقول انه بحلول عام 2050 هيبقى عدد الاكياس البلاستيكيه هما اكتر من عدد الكائنات البحريه في البحر المحيط، وده شيء مرعب.
فيما يتعلق بمصر، احنا عارفين انه في اتفاقيه دوليه فيما يتعلق بفكره البلاستيك، اعتقد اتفاقيه بازل، وبعد كده كان في تفاهم في ستوكهولم حاجه ما يتعلق. هل في اتفاق دولي في او فيما يتعلق بفكره الحد من استخدام الاكياس البلاستيكيه او البلاستيك بشكل عام، وموقع مصر فيها ايه؟ يعني موقع مصر على الالتزام الدولي فيما يتعلق بالقصة دي؟ لا، لو حتى الآن المبادرات الخاصة بلاستيك مبادرات طوعية لكنها ليست اتفاقية ملزمة. اتفاقية بازل اللي حضرتك أشرت ليها دي خاصة بالمخلفات الخطرة، ودي ليها مواصفات معينة اللي هي مخلفات خاصة مثلا من المبيدات، مواد كيميائية، لكن ما زال المنتجات البلاستيك مبادرات طوعية. يعني في دولتين في أفريقيا منعوا استخدام البلاستيك بالكامل وحرموه، وفي دولتين في أمريكا اللاتينية دي مبادرة اسمها مبادرة توعية نتيجة إحساسهم إن ده خطر على الكنز بتاع الطبيعة اللي عندهم، وبدأوا يحسوا بأثرها في مناطق المحميات الطبيعية وأثرها على الناس. الاتحاد الأوروبي برضو بحلول نهاية عام 2018 بيقولوا هيكون في اتفاقية ملزمة لكل دول الاتحاد، يعني انه بعدم استخدام الاكياس البلاستيكيه. مظبوط. ده حقيقه داخل في مبادرات توعيه ان في الدول نفسها او بعض المنظمات الدوليه الاقليميه بتعمل هذه المبادرات بين الدول الاعضاء فيها، لكنه الزامه لكل دول العالم كاتفاقيه لازم يكون ليها بديل، والبديل انك ترجع مره اخرى لاكياس الورق القابله للتحلل او اكياس البلاستيك القابل للتحلل اللي بيسموه الديجريدبل. البلاستيك القابل للتحلل ده موجود اوريدي في مصر؟ موجود في بعض منه في مصر، وموجود في الامارات، وبيستخدم في بعض دول العالم، وبدا على فكره انتاجه ينتشر في مصر، وده اللي هيبقى بديل للبلاستيك العادي الرخيص اللي هو بيعاد استخدامه في الماكينات في منشئة ناصر وده عيبه انه تكلفته عاليه شويه، بس مع الوقت يعني مع الوقت ومع كثره الانتاج هيرخص السعر بتاعه. لكن الاسهل لنا ان انت عندك حوالي يعني ما يقرب من 60 او 50 مليون طن مخلفات سنويا، انت ممكن تاخد مخلفات الورق وتعيد تدويرها زي زمان، بس انا وتعمل منها الاكياس الورق والشنط الورق اللي هي مقواه، بتضيف عليها ماده تقويها، او ترجع الست للشنطه الواحده. أيوة، طبعا احنا ضد فكره ان انت تروح مول من المولات وتلاقي الراجل شارع شنطه فيها 20 شنطه. يعني حته ان انا احط كل صابع موز وكل تفاحه في كيس بلاستيك وبعدين الراجل ياخد ثلاث شنط اكتر، وبعدين في الثلاث شنط يحطهم في سته والسته تلاقي كل واحد معاه 2 كيلو اكل او 2 كيلو منتجات معاه نص كيلو بلاستيك. طيب، واخده جاهز. احنا كمواطنين يعني مصريين، علشان برضو ممكن نكون مش مستوعبين ده، احنا واصلين لمرحله حياتنا كلها فعلا كياس بلاستيك. سوبر ماركتس كبيره جدا، سلسله سوبر ماركتس معروفه بتدينا الحاجات في كياس بلاستيك، الرول بتاع اكياس القمامه بلاستيك اللي هي السودا دي باحجام مختلفه للباسكت الصغير باسكت الكبير. احنا ما عندنا يعني فعلا ما عندناش بديل. احنا هل المبادرات هتكون كافيه بان هي توعي، وبعدين بالتزامن او بارلل للمبادرات لازم يكون في منتج بديل؟ ما انا لازم الاقي حاجه بديل عشان اعرف استجيب للمبادره وانفذ بالفعل. فايه الاليات اللي تم طرحها؟ هو كان النظام في مصر ان كانت الحاويه هي اللي موجوده في الشقه، يعني البلدي كان كل واحد عنده زي صفيحه كده، والزبال دي كانت عبوه وحيده، الزبال هو اللي معاه شوال كبير من الخيش مش البلاستيك ويفض فيه هذه المخلفات. بس انا بحط كيس بلاستيك جوه، ما كانش فيه منتج بلاستيك. دلوقتي الحاجه البديله لازم تحط دي في خيش، ما ينفعش تحطيها في بلاستيك، وعشان كده لازم ترجع تاني مصنع الخيش اللي احنا قفلناه ومصانع الخيش ترجع تشتغل تاني. لو تلاحظي في سوق الساحل وفي سوق مصر القديمه وفي الاسواق التجاريه في ناس تجمع الخيش ده وتتاجر فيه، لابد إعادة الصناعة مرة، وهي صناعة صديقة للبيئة جدا، وبطل أنا الشكارة البلاستيك. يعني حتى العبوات الكبيرة ما دي أخطر بقى، العبوة البلاستيك الكبيرة دي حجمها كبير وكم البلاستيك اللي فيها كتير، وأي قطع فيها فبتترمي، بتترمي بتتحرق، أو لما تتحرق خلاص تحولت إلى سم في الهواء وسم في التربة وسم في المياه. فالعودة إلى الأنواع أخرى من العبوات، سواء من الاوراق، كان الراجل تروح للجزار يديلك الورق المقوى ده بتاع زمان، الورق المقوى ده اعاده تدوير للورق، وكان جامد جدا ويدي فيه
اللحوم. النهارده بيحط كل كيلو لحمه في بلاستيك ويحط البلاستيك في بلاستيك في موضوع لا ضروره له. فانت عندك منتجات بديله وعندك كم قمامه جيد يقدر يوفر لك عبوات من الخيش ومن القماش ومن الورق قويه وتستحمل زي البلاستيك. لكن العالم بدا يلفظ فكره العبوه البلاستيك عموما مش الكيس بس. ازازه البلاستيك خطر جدا، خطر اخطر من الكيس. وفي خطوره كمان برضو يمكن نربطها بموضوع نتكلم فيه كتير بقى. في خطوره مباشره على نهر النيل طبعًا. برضو لو حضرتك وضحت لنا النقطه دي طبعًا. يعني في خطوره مباشره من فكره البلاستيك في مصر على نهر النيل، عشان الناس برضو لسه فاكره ان الموضوع بعيد عن الضرر الكبير، لكن هو ده بيحدث. لا، هو المايكرو بلاستيك ده اللي هو الحتت اللي متفتته من البلاستيك دي خطيره جدا، هي بتبقى في التربه وبتبقى في المياه وما بتدوبش، وبالتالي هي بتخش مع اي استخدام بتصل الى معده الانسان بشكل او باخر. وطالما وصلت لمعده الانسان هو خد ماده توكسيك، يعني ماده سامه، وفي نفس الوقت مفيش رؤيه ليها. انت ممكن المايكرو بلاستيك ده انت بتشوف الكيس، لكن لما يتحلل مش هتشوف الجزء الدقيق جدا من البلاستيك. دي الخطوره بتاعه المايكرو بلاستيك. وعلى فكره التحذير بتاع العلماء كله في المحيطات مش عشان الكيس، عشان المايكرو بلاستيك ده الصغير السمك بياخده وكل الكائنات البحريه بتاخده وبتموت، وبالتالي حتى لو ما ماتتش وصلت للانسان برضه هتضره. طب هل في دور لمجلس النواب بتحضير مشروع بقانون لمكافحه البلاستيك؟ حضرتك بتقول لنا كلها حاجات بدائل، لكن ما يبدوش انه في استراتيجيه تطبيق قانون او حمله حتى. هو الحقيقه لا توجد حمله ولا توجد محاوله تشريعيه للحد منه. واصل القانون علشان تفرضه لازم يكون في موجود بديل. انت الحكومه مثلا عملت تجربه جميله لما خلصت الدائري الاقليمي الجديد، منعت سيارات النقل انها تمشي على الدائري القديم، فبقى في بديل. فلابد ان انت وزير الصناعه يتبنى حمله، هي ملهاش علاقه بوزاره البيئه، وزير الصناعه لازم يتبنى حمله. وزاره البيئه تشجيع او توعيه؟ توعيه. لما سالنا ناس في الشارع بعضهم مش مدرك، لكن وزير الصناعه هو اللي يتبنى حمله مع منتجي العبوات، مع كل من ينتج عبوه في جمهوريه مصر العربيه، بانه يعملوا خطه تدريجيه. احنا ما بنقولش في سنه، يعني يعملوها في خمس سنين. طب حضرتك كأمين عام اتحاد خبراء البيئة، هل في يعني كأمين عام خبراء البيئة ما فيش أي تواصل ما بينك وما بين زي ما حضرتك قلت وزير؟ لا، الحقيقة احنا عملنا شرح علمي في أكثر من ندوة، وشاركنا طبعا مع المنتدى المصري للتنمية المستدامة ومع أكثر من هيئة علمية ومع وزارة البيئة في شرح أضرار هذا المنتج. والبديل له لازم يكون حديث مع اتحاد الصناعات ومع اتحاد المستثمرين. واحنا فعلا يعني سنرتب لموضوع بحيث ان مصر يبقى لديها خطه لازم. ولتكن خمس سنين عشر وإحنا سنين. واحنا اكيد طبعا هيكون في متابعه لحضرتك فيما يخص المبادرات والخطوات دي، علشان يكون في تعاون ويكون في متابعه هنا واستضافه اخرى علشان نتابع هذا الملف الهام جدا. بنشكر حضرتك شكرا جزيلا الدكتور مجدي علام، امين عام اتحاد خبراء البيئه العرب ومستشار مرفق البيئه العالمي التابع للامم المتحده. صباحك صباح الورد. اهلا وسهلا، نورتنا يا دكتور. شكرا جزيلا. طيب نروح لفاصل، وبعد الفاصل هكون معاكم في فقرة تانية، وعيل يشرف، الأسطورة اللي بتتكرر في كل عيلة واللي حان الوقت ان احنا نفهمها بشكل مظبوط. بعد الفاصل.